What's up, guys? Switchily YT. I'm gonna react to Lotfi DK. So Lotfi Double Cannon. So we're gonna listen to his freestyle. Came out yesterday. Camisole. So let's dive right into it. Gonna put his headphones on, and we're about to dive right into this song. سلام الاحباب، معاكم لطفي كالعاده. كل مره نحب نقترح عليكم فريستايل تاع اغنيه قديم خلاه من البوم قديم. اليوم خيرت لكم مقطع تاع البوم كاميزول. Oh, so say it's not from an old album. فازي عمر الورقة بالاسم واللقب وزيد فوق النقطة اكتب القي عليه القبض. لقد تقبل حلب وش كان يقول والهضرة دي عمر قبلوهاش ناس فوق يفوك تفهم به تعرفني انا مليح ماني ضعيف ماني صحيح ماني عاقل ماني قبيح انا جزء كيما الناس اللي مش مقابلين وعليه لي بالبردو دي ما يشوف يظهر لي كابيل اني خارج مادة جيلي عاش الموتى اللي والف القنابل المسيلة للدموع كبرنا بالسلطة على الرافال طول الليلة والريحة تاع لي بنو اللي في الطريق محروقين ساعات اصبح قبل ما تروح في اللي كلاس كنا نهزو ظلم الارض دوك لي دوي تاع رصاص عشنا لي كراف المسيره والكوفر فو والحس تاع الحجار فوق لا طول تاع لي فوركون بلو شفنا الخوف الخاين اللي كان يخونا شفنا لي بلاندي اللي كانوا يسيبوا في المسخونه الغاشي يحفز خوها اللي يجي هنا ويهيه واللي كان يطيح في الارض اللي رونجرز يكملوا عليها عشنا لي كو ديتا لي زاتونتا كنا صغار ونفرقوا بين البيا والبيريتا باريتاب شنا الطوفان صح كي هاجه كي تفلق البراج من لي ديسكور تاع بالحاجه اليوم كبرنا بصح مخنا تكاشا سور من لا فيولونس اللي صار ولا دم اللي كان يسيل قلبنا تعبى بالكريم والدراما ونخاف على الجيل الجاي لا يعاودوا له البروغرام. ان شاء الله تكون عجبتكم الاحباب الناس اللي تفكر ليا مات وقت. To be honest, that was probably one of the quickest videos I've ever seen in my life. I'm gonna run that back because that was so good. كان يطيح في الارض اللي رونجرز يكملوا عليها عشنا لي كو ديتا لي زاتونتا كنا صغار ونفرقوا بين البيا والبيت. Bro, his flow is clean. Like his flow is so smooth. Like he's so good. He's so good when it comes to this type of style of music. It's crazy because he's almost 50 years old and he's still going like it's nothing, bro. This is because the reason why is because he started in the 90s and that's why he's the OG Algerian artist. He's probably number he's definitely number one of the Algerian rap of all time, 100%. طاب على طاب شنا الطوفان صح كي هاجه كي تفلك البراج من اللي ديسكور تاع بالحاجه اليوم كبرنا بصح مخنا تكاشا سور من لا فيولونس هذيك اللي صارت ولا دم اللي كان يسيل قلبنا تعبى بالكريم والدراما ونخاف على الجيل الجاي لا يعاودوا له البروغرام. Yeah, that's it for the video. Hope you guys enjoyed this video. Be sure you subscribe and turn those notifications on. And yeah, I'll talk to you guys in my next video. Assalamu alaikum.